عدوان غاشم وقصف مستمر وقتل متعمد للمدنيين الفلسطينيين، هكذا هي الحال على مدار الستة أشهر الماضية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فهناك عائلات وأسر كاملة استشهدت وتم محوها من السجلات بسبب آلة الحرب الإسرائيلية. وفي واحدة من تلك المآسي روت مسنة فلسطينية شهادتها حول فقدانها لخمسين شخصا من عائلتها بسبب القصف على القطاع، قائلة: كلهم راحوا واندفنوا تحت الردم. نشاهد. خمسين نفر راح، الله ما بديش له ولا حرب، هذه حرب دمار، عائلتنا كلها راحت. خمسين نفر راح، سنافر أولادهم بناتهم اسمهم كلهم راحوا، هم رجل تال كلهم فقدناهم، ما شفناهم، اندفنوا، ايش اندفنوا، مش ظلوا تحت الرجل، ما قدروا يطلوهم لحتى الآن. والله ما بديش له ولا حرب، هذه حرب دمار، هذه حرب دمار على الناس كلها علينا. طب احنا يا خالتي عيلتنا كلها راحت، مين ضايل؟ والله ما ضايل الا واحد من سلافي، واحد ضايل من خمسة، أولادهم كلهم راحوا استشهدوا، إيش تتوقع؟ صحتي كلها تعبانة، معايا يا خالتي سرطان جبنا الكلى هي وغددها، ومعايا سكري، السكري عندي 300 بوصل 400، وعندي ضغط، وعندي ايدي هذول عظمي، عندي هشاشة عظم، هاي مربطة ايدي ومربطة رجلي، هاي مش قادرة امشي، يشدوني لما امشي وبقعدوني على العرباية. Thank you.